الأخت اللي معانا بنقول لها أهلا بيكي واحكي حكاية أخوكي أدمن بقاله كام سنة. أولا أهلا بيكي يا ستي. السلام عليكم، ازيك يا استاذ طارق؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. أنا احكي لي ايه كده؟ بستغيث بحضرتك الأول. أنا أخويا مدمن مخدرات ومبهدل نفسه ومبهدلنا معاه. طيب هو سنه كام سنة؟ 31. بيشتغل ايه؟ هو سواق، سواق بس كل ما يمسك في شغل طبعا الناس بقت تمشي لي ان هو مش مركز ولا في شغله ولا في اي حاجه خالص. طب الانواع الادمانيه، انا بقيت عامل زي الدكتور دلوقتي، يعني بيتعاطى ايه او بياخد ايه؟ كان بيتعاطى حشيش وبقاله كده سنه بياخد اللي هو اسمه الاستروكس ده. اوف، استروكس زي سواق القطر. ومدمر نفسه من كل شويه يجي له حالات صرع ويترمي على الارض، ينايم يرقص في الارض وكأنه بيطلع في الروح ويغمى عليه، والمشكلة بيصحى وينزل يشرب تاني ويجيب تاني. طب ابتدى ياخد حاجات من البيت يعني ولا هو ده من شغله يعني؟ والله كان بيشتغل، كل ما يشتغل تجيله فلوس يروح يجيب بيها يعني. هو عنده ولدين احنا اللي شايلينهم لان يعني فلوسه كلها على الحاجات دي. بس انا والدي اساسا 65 سنة وكفيف ومعاش على القد يعني. يعني هو كان المفروض هو يسند والده ويسند الأسرة، انتوا اللي بتسندوه دلوقتي. انت سامعاني حضرتك؟ ايوه سامعاك. وعلى طول نقول له عايزينك تاخده تبطل وكده، يقولها بطل ويرجع تاني برضه. مغلوب الشيطان وغلبه. طيب عايز اسالك، هو عارف ان انتوا اتصلتوا بينا وعنده نيه للعلاج ولا ما عندوش؟ لا هو مش عارف ان انا اتكلم. طيب حضرتك، لكن هو لما بيفوق شويه بيقولها بطل وعايزه بطل، بس قادر، هو مش قادر ضعيف. انتوا في منطقة ايه في يعني المنطقة السكنية؟ في العبور، مدينة العبور. مدينة العبور؟ ايوه. والله احنا كنا بنعمل بنرتب لحملة كبيرة لعلاج الإدمان في مدينة العبور، نحاول أكلمك ساعتها مع القافلة اللي هتروح، كنا عملناها مع عبور لاند مع صندوق مكافحة الإدمان، هتعمل أظن الأسبوع الجاي، ممكن أكلمك إذا كان كده، بس لازم يبقى عنده النية للعلاج. ده شرط صندوق مكافحة الإدمان. هو عنده نية بس انت الحالة كده كل ساعة بحالة، كل ساعة بحالة. يعني ساعة يقولها بطل ونلاقيه ماشي وبيصلي، ومرة تانية نلاقيه اتجنن وصرع في الأرض، وعياله عنده سنتين يفضل يعيط. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبنخاف على العيال، احنا خايفين. احنا خايفين والله، عايشين معاه خايفين وما بننامش. طب شوفي كلها قلق. استاذنك في حاجه، انتوا كلموه واقنعوه انه يبقى 100% عنده نيه العلاج، وهنتواصل معاكي من خلال التليفون اللي عندنا، وهنقول لك تروحي الصندوق ولا هنروح العبور، هقول لك الترتيب القادم. أنا ايه؟ انا محتاجه مساعدتك، وان شاء الله ربنا يطول حضرتك. والله فعلا ما لناش حد، الحمد لله على كل حال، بس احنا نفسنا ان هو يتعافى ويبقى بني ادم سوي ويشتغل ويخلي باله من نفسه ومن بيته. 31 سنه وبقاله كام سنه بتقولي حضرتك؟ بقاله فترة، بقاله بتاع كذا 8 سنين. كان الأول بالحشيش، بس الستروكس ده بهدل له حياته كل يوم. جالنا من أنهي مصيبة للستروكس ده؟ أنا مش عارف، أنا شفت فيديو قديم وزارة الداخلية المادة اللي كانوا جايبينها، مش عارف واحد كان جايبها من أنهي داهية. كل شوية يرتعش ويترمي في الأرض وتحس إن هو بيطلع في الروح. ما هو ده بيبقى عامل زي قبل الموت، بيخلي الناس تبقى فاقدة الحياة. بشكرك وهتواصل معاكي، عاوزك تقولي يا رب أولاً. يا رب. وانت والدك كده اقناع اخوكي في لما يكون رايق، عشان لازم دعم نفسي، وان شاء الله هنتواصل معاكي مع صندوق مكافحة الادمان. شكرا يا استاذ طارق.